يعني دي ارزاق بتاع ربنا، شغل الارزاق ممكن تاخد حاجه خمسه تبيعها باربعه، ممكن تاخد خمسه تبيع بسته، فاهم؟ ده حاجات بس لا غنى عن السلعه بتاعتنا، لا غنى عن السلعه بتاعتنا. السلعه دي يعني تعتبر تبتين البلد، الحاجات القديمه دي تبتين البلد. الحاجات دي بتجي لك ازاي طيب؟ بتيجي بقى نطاط، سلاحة بتجيبها من البيوت من الورش، مزادات كده يعني. انت معظم الحاجات اللي بتجيلك كده او شغال في بقى معين بالخردة ولا اي حاجة؟ شغال في اي حاجة. الاسعار والله ممكن تاخد موتور ب 400 جنيه، ممكن تاخد موتور ب 1000 جنيه، ب 1000 جنيه. مش كل المطلوب كنت في مجيب العالم 6000 و7000، قالوا التزموا واحنا التزمنا، نظفوا ونظفنا، عملنا ندفع عربية مثلا، ما ينفعش حاجة، هم واقفين كده ما ينفعش حاجة، لكن لو في دفع ندفع، لو قالوا ادفع ندفع أكيد، يعني قالوا ادفع كهرباء، ادفع مية، ادفع حاجة، اعملوا لنا حاجة، ادفع إيجار ندفع، مش مقتنعين على أي حاجة يعني. حركة الإجبال هنا في ناس كتير شغال هنا في السوق ولا قد إيه؟ شغال هنا في العزب دي 45 سنة، العزب السوق دوت بقاله 20 سنة. العزب ما بعشوش كان في العروض يعني مكان فيه بلطجية؟ لا 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 لا، ده احنا من ناس معلمين هنا وناس شغال كلها، فكرنا شغال معلمين، ده الكلام ده كان من 30 سنة غدر جوه، غدر جوه، إنما احنا هنا في قايمة وصعايدة وعتاملة وعمارة، كلنا احنا هنا تجار. كان في على الشارع هنا ناس بتاخد من العربيات اللي ماشيه بس ممنوع يمشي، احنا طالما احنا قعدنا هنا ما نقدرش نمشي، فاهمني؟ يعني احنا نظفنا المكان، كان بلطجيه، كان في بلطجيه، لكن احنا ناس كبار ومعلمين هنا، بنخش الجيش ناخد منه شغل، نخش الشركه عشان ناخد منها شغل، بناخد شغل بس ناخد